أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، هل هو دعاء عليه أم نفي الصوم عنه؟ يحتمل هذا وهذا، لا صام يعني ليس له ثواب، ويحتمل الدعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. في رواية: لا صام ولا أفطر، يعني لا هو بل يفطر واستراح، ولا هو بل يصام صوم ينفعه. أي نعم.